في المسادي شو قلت لكم اكمل بحر ولا انت وصلت 11 مليون ما انا عارف يا بابا عارف طب طالما انت عارف اكمل بحر ما انت كل مليون كنت تعمل احتفال هتيجي عندي 11 ما تعملش عيب عليك يا زليكس يعني انا هاجي عندي 11 مليون مش هعمل احتفال بجهز الاحتفال جامد بس اصبر بس عشان الامتحانات بقى وانت فاهم الدنيا سيبك بس انت من كل ده اوعى تقول لي ان اللي في ايدك ده هو اللي في دماغك ده اللي كنت وعده كبيره قلت لك لما تجيب ال 11 مليون ايوه بقى زليكس تمام لا يا روح امك لما النتيجه تطلع النتيجه انت بروح رجعه بقى يا بابا وتشغلين يا زفت انت التلفزيون ده ممكن يجي على الماتش دلوقتي اهو نسلم نتفرج عليه واحنا بنمزمز الاكل التحفه ده حاضر يا بابا تسلم ايديك يا ست الكل على الطعم التحفه ده والتوفيق عاجل في اطار جهود وزاره الداخليه لحمايه امن المواطن ورعايه صحته تم القاء القبض على اكبر مستوردين المواد الغذائيه وفي حوزتهم اكبر من اللحوم المصنعه ومنتجات مجهوله المصدر وغير صالحه للاستهلاك الادمي وتهيب الوزاره بالساده المواطنين بالابلاغ عن كل من يبيعها واهم ما يميزها السعر الرخيص واللون الاحمر والطعم المسكر وهذا من اصل الكيماويات المضافه اليه لتحسين الرائحه والطعم لحمه بكمادات بطني حرام حرام عليك يا حاج عبد الله ونعم الوكيل وانا اقول بطني يعني انا بطني كل ده على الحفاظ ده بقى